طيب لما نتكلم على مباريات دوري أبطال إفريقيا وبنتكلم على مباراة مازيمبي والأهلي، أكيد دوري أبطال إفريقيا هذا العام في كلام كتير ممكن يتقال. مازيمبي عشان يصل لهذا الدور كان عنده مواجهة صعبة جدا مع بيترو أتلتيكو الأنجولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي خلال هذا العام والأعوام السابقة بيقدم مستويات فنية على أعلى مستوى. أولا المدير الفني ألكسندر سانتوس يمكن بيقدم مستويات متميزة مع فريق بيترو أتلتيكو منذ عام 2021 على مدار 3 سنوات متواجد في الأدوار المتقدمة سواء في دوري الأبطال، وكان ليه مباراة قوية جدا مع سان داونز في السوبر ليج خلال الفترات السابقة. ضفنا النهاردة من خلال فقرة السكايب عشان نتكلم معاه على المسابقات الإفريقية ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي. مستر ألكسندر في البداية برحب بيك، سعداء بوجودك على شاشة قناة الأهلي، وانت مش غريب على النادي الأهلي، كنت قبل كده مدرب داخل القلعة الحمراء مع خوسيه بيسيرو قبل كده عندما تولى المسؤولية في فترة زمنية سابقة. شكرا جزيلا على دعوتكم، أنا سعيد جدا لأتواجد معكم اليوم. مستر ألكسندر أكيد لك تجارب تدريبية على أعلى مستوى، يعني عملت في النادي الأهلي فترة مع خوسيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي، وأيضا اشتغلت في سبورتنج لشبونة وفي الشارقة وفي بورتو، وليك مشوار طويل. كيف يعني ترى هذا المشوار وتدريبك مع الأهلي قبل كده في فترة جوزيه بيسيرو، كيف تراه؟ كانت مسيرة طويلة حتى الآن، ولكن الأمر طبيعي الآن. أنا آمل أن أستمر في التدريب لسنوات وسنوات وأن أنهي. أنا لست بالشخص الكبير في السن ولست بالشاب، ولكن أنا لدي خبرات بالفعل في العديد من الأندية، وتعد هذه الأندية علامات كبيرة في مسيرتك الأهلي. فالأهلي هو نادي عظيم لا يصدق، نادي كبير جدا لديه قاعدة جماهيرية كبيرة. بالنسبة لأي مدير فني، محترف حينما يحظى بهذه الخبرة مع الأهلي فهي خبرة عالمية، هي خبرة كبيرة، هو واحد من أفضل الأندية في العالم. بالنسبة لي لم تكن مسيرتي مع الأهلي طويلة، ولكن كانت حوالي 4 أو 5 شهور، ولكن بالنسبة لي كانت من أكبر وأفضل اللحظات. كانت فترة مليئة بالضغوط بالطبع، ولكن كانت فترة مذهلة بالنسبة لي. اللاعبون وجودة اللاعبين في هذا الوقت، وأيضا في مسيرتي مررت بأندية كثيرة كبيترو أتلتيكو الآن، هي أمر بأفضل لحظات حياتي. أنا أبذل قصارى جهدي مع الفريق كمدير فني ومع الجهاز الفني الآن ومع لاعبية. نحن نبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أننا أدينا مهمة رائعة حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا. أنا تحدثت من قبل مع جيلبرتو، بالطبع تعرفونه، تحدثت معه أننا خلال ال3 سنوات الماضية كل عام أقول له سنواجه الأهلي، ولكن هذه المرة قال لي بالطبع سنواجه الأهلي في قبل النهائي، ولكن هذه لحظات كانت صعبة بالنسبة لنا، لم نرد أن نتبادل هذه اللحظات. كان إنجاز كبير أن نتأهل قبل النهائي. ربما لا تسنح الفرصة أن نلعب أمام الأهلي مرة أخرى، فهذه كانت فرصة عظيمة أن نواجه الأهلي. بالنسبة لي كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي أن أعود مرة أخرى للقاهرة، ولكن في مواجهة الأهلي كانت لتكون لحظة كبيرة في مسيرتي الكروية، ولكن يجب علينا الاستمرار في العمل، ويجب علينا الاستمرار في التركيز في دوري أبطال إفريقيا السنة القادمة. ربما نجد الأهلي الآن
يؤدي مهمة أكبر منا ويتجاوز الدور القادم ويمر للنهائي بعد ذلك ويفوز بالبطولة. أكيد طبعاً جيلبرتو كان من اللعيبة اللي ليهم تاريخ كبير جداً مع النادي الأهلي وأحد اللاعبين اللي أصبحوا أيقونة داخل القلعة الحمراء، وذكرت أنك على مدار 3 سنوات كنت دايماً بتتمنى مواجهة الأهلي وجيلبرتو بيتمنى نفس الأمر، ولكن كان دايماً بيصادفك سوء حظ بمواجهة سان داونز سواء في دوري الأبطال أو حتى في الـ AFL في السوبر ليج أو الدوري الإفريقي. المرة دي كان عندك فرصة أنك تواجه الأهلي، ولكن يعني سوء الحظ في مباراة مازيمبي لم يكن يعني بيسمح ليك بالتأهل لمباراة السيمي فاينال. أعتقد كان شيء صعب جدا عليك وعلى جيلبرتو وعلى الفريق كله. And the team to lose that game. Sorry, was a cut. It's a little bit cut. Can you hear me? Can طيب يعني مواجهتك قبل كده مع او وجودك مع جيلبرتو، وجيلبرتو اكيد احد اللاعبين السابقين في النادي الاهلي وايقونه لدى جماهير النادي الاهلي، كان دايما احداثكم مستمره على فكره مواجهه الاهلي، ولكن كان دايما سوء حظك بتواجه ماموريدي سان داونز. المره دي كان عندك فرصه عظيمه لمواجهه الاهلي، ولكن صادفك سوء حظ تحديدا في لقاء العوده امام تي بي مازيمبي. Of course, for us, بالطبع بالنسبة لنا كان الأهم هو هو أن نفوز في كل الأحوال، نفوز على تيبي مازيمبي في المباراتين وأن نصل لقبل النهائي حتى لو لم يكن المنافس الأهلي الذي كنت أود أن أقابله، ولكن هذا هو محور حديثنا الفترة الماضية مع جيلبرتو، أن نواجه الأهلي ونستحضر بعض الذكريات عن مانويل جوزيه ووقته في الأهلي، وكنا نتابع الأهلي عن كثب، وكنا نتابع أداء الأهلي، وكل مرة وخصوصا في أول سنة حينما خسرنا أمام الوداد تحدثنا عن هذا، تحدثنا أننا في العام القادم سنتأهل ونواجه الأهلي وستكون مباراة رائعة، وقمنا وقد مزحنا كثيرا بخصوص هذا الأمر واستحضرنا كثير من الذكريات مع جيلبرتو وفلافيو. كيف تشعر حينما تذهب إلى القاهرة وتواجه الأهلي؟ هل ستود أن تفوز على الأهلي أم تود أن يكون الأهلي هو الفائز؟ مزحنا كثيرا بخصوص هذا الأمر، لأن الأهلي هو فريق كبير بالنسبة وفريق رائع بالنسبة لجيلبرتو، هو أكبر فريق قد لعب له جيلبرتو في مسيرته، وبالنسبة لي هو واحد من أكبر الأندية وأجمل الأندية وأجمل اللحظات التي عشت في نادي في حياتي كانت في الأهلي. بالطبع نحن وددنا أن نواجه الأهلي حينما عرفنا أن القرعة في دور الأبطال وضعتنا في إمكانية مقابلة الأهلي بعد مباراة مازيمبي في قبل النهائي. بالطبع كان هذا دافع كبير لنا أن نعبر لقبل النهائي وأن نواجه الأهلي، ولكن وكانت لحظة رائعة أن نشارك أفريقيا والعالم بما نستطيع أن نفعله أمام فريق كبير كالأهلي. طيب مستر ألكسندر، مستر سانتوس، طيب مستر سانتوس عايز أسألك برضو، يعني لما لعبت مع مازيمبي في ملعب لومومباتشي هناك في كونغو الديمقراطية أكيد واجهتك ظروف صعبة، هل لك تعليق على فكرة أن المباريات بتلعب على نجيل صناعي بتلعب في توقيتات ممكن تكون مؤثرة على حالة اللاعبين، تؤثر عليهم بالسلب، الرطوبة العالية، درجة الحرارة، الملاعب، الأمور دي كلها أنت شايفها إزاي بمواجهتك مع مازيمبي؟ لأن أكيد الأهلي هيخوض نفس الظروف دي يوم السبت اللي جاي. الأهلي تيم فريق النادي الأهلي
هو مدعوم بالخبرات، مدعوم بخبرات اللاعبين وخبرات المدير الفني. بالطبع يجب عليهم أن يعرفوا ما الأفضل لهم وما الذي سيواجهونه في الكونغو في لوبومباشي. أعتقد أنهم يمكن أن يستعدوا جيدا بالطبع قبل المباراة، ولكن هذا الأمر هو أكبر تحدي للنادي الأهلي. النجيل الصناعي وقدرة اللاعبين لاعبي مازيمبي على اللعب على هذا الملعب ستكون نقطة صعبة للنادي الأهلي. كما ترى فريق تيبي مازيمبي فاز بكل المباريات على أرضه، ولكن مباراتنا فقط هي التي لم يفز فيها. وحتى لو لم يفز في لوبومباشي، ولكن كان لديهم الكثير من الفرص على أرضهم والضغط الكبير على اللاعبين المنافسين. طب كيف نجحت بالخروج بتعادل سلبي من هناك؟ يعني طريقة اللعب أو خطة اللعب، كيف نجحت بالخروج بالمباراة بتعادل سلبي؟ أعتقد أن هذه المباراة كانت أكثر مباراة بذلنا فيها مجهود. يمكنك فقط أن تلعب وأن تحاول أن تعتاد على هذه النوعية من النجيل. لا يجب عليك أن تجري، لا يجب على اللاعب أن يجري بنفس الطريقة على النجيل الطبيعي. يجب عليك أن تتعايش وتتماشى معه لتجنب الإصابات. يجب عليهم أن يجروا بتكنيك مختلف، خصوصا أن فريق تيبي مازيمبي يضع الكثير من الضغط على المنافس. لا يمكنك أن تلعب بالطريقة الطبيعية. لم نستطع أن نلعب بطريقتنا المعتادة. لم نستطع أن نحافظ على التمركز والضغط في المساحات، وأن نحتفظ بالكرة أكثر، وأن نمرر الكرة بشكل كبير، وأن نجعل طريقة لعبنا سريعة كما هي العادة. حتى لو لما أردنا أن نفعل ذلك لم يسمحوا لنا، لأن لم يسمحوا ولم يعطونا هذه الفرصة. كانوا يضغطون، كانوا يضغطون ضغط جنوني على الفريق، ولكن في مقابل هذا ولكن بأكثر من تمريرة قد استطعنا أن نقتل هذا الضغط بالمهارات المتواجدة بالفريق. إذا لم تستطع أن تخلق هذه المساحات في هذا الملعب الصعب، لا يمكنك أن تلعب، لا يمكنك أن تفوز. خلال أول خمس دقائق قد قمنا بذلك، ولكن بعد ذلك قاموا بالكثير من الضغط. فازوا بالعديد من الركلات الركنية، استطاعوا أن يسددوا أكثر من مرة. أعتقد أن إمكانية الأهلي أن يقوم بالضغط أكثر ما يكون خلال المباراة، وأن يلعب بطريقة هجومية أكثر، ولكنهم سيحاولوا أن يهاجموا الفريق، فبالتالي الأهلي يجب عليه أن يلعب بطريقة دفاعية في خط الوسط. أكيد. طيب مستر سانتوس، طيب عندي لك سؤال أخير. اسمك ارتبط بعروض كثيرة في الدوريات الإفريقية، أبرزهم حتى فريق نادي الوداد. هل هناك عرض رسمي من المغرب لتدريب الوداد، أم أنت مستمر في الفترة القادمة مع بيترو أتلتيكو دي لواندا؟ الآن بالنسبة لي هي فترة مهمة أن أركز على عملي مع بيترو. لدينا الكثير من المباريات خلال الدورة البطولة المحلية. نحن متأخرين كثيرا، لدينا مباريات مهمة خلال الست أسابيع المقبلة. يجب علينا أن نفوز بكل مبارياتنا ونفوز ببطولة الدوري، ولكن الآن بالنسبة لمستقبلي فمستقبلي مفتوح.
إذا كان بترو بترو دلواندا يريد أن يجدد لي فسنصل وإذا استطعنا أن نصل إلى حل وسط أنا سأجدد، ولكن ربما في المستقبل أن يكون في شمال إفريقيا في بترو لواندا، ربما أعود لأوروبا. أنا أود أن أقوم بالتدريب في أي مكان في العالم يناسبني، أود أن أخوض تحديات جديدة، أنا أحب مهمتي كمدير فني وأن أبذل قصارى جهدي مع أي فريق. مستر ألكسندر سانتوس المدير الفني لبترو أتلتيكو دي لواندا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة جدا قبل موقعة مباراة مازيمبي والأهلي، وحديث شامل ووافي في تفاصيل كثيرة تتعلق ببترو أتلتيكو بملعب مازيمبي بمواجهة الأهلي مع ملعب مازيمبي في لومباتش. بالتأكيد كان لقاء مهم جدا، بشكر بالتأكيد زميلنا وصديقنا عبد يعني إبراهيم عبد المنعم فهمي قدر يتواصل مع المدرب.